رأيك كبرلمانية أولاً، ثم رأيك كعضو في لجنة حقوق الإنسان ثانية. بداية أحب أشكر وأتوجه بالشكر لسيادة فخامة الرئيس السيسي لتصريحاته اليوم في سرعة العمل بقانون الأحوال الشخصية، فهذا يدل على أن هو يعني فاق توقعاتنا جميعا في أن هو بينصف وبيفكر كأب لكل مواطن مصري. صحيح. فشكرا. صحيح. شكر خاص يعني. بداية طبعا إطلاق دعوة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني هي ترجمة لمبادرة السيد الرئيس في إفطار الأسرة المصرية لدعوته للحوار الوطني لجميع قوة الممثلي المجتمع المصري وكل أطياف الشعب. هذا يدل على إن إحنا فعلا إحنا داخلين على جمهورية جديدة، ودي أول مرة تحصل في مصر، وهي وتدل على إن هناك ديمقراطية مطلقة بدون استثناء. يعني إحنا هناخد آراء، الأمر شورى، ده أساس العدل وأساس حكمة القيادة السياسية. طبعا أدعم بشدة هذه المبادرة، وأدعم بشدة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني، وأشيد بدعوتها لجميع أطياف الشعب، لأن إحنا لازم المواطن المصري يقف بجانب، نقف وقفة رجل واحد بجانب بناء الجمهورية الجديدة.